السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض لو انا عملت سلم وكررته ازاي اعدل عليه. فهاجي هنا اقول له انا عايز ستير، واقول له انا عايز ابدا ارسم السلم، فهو بيبدأ يحسب المسافة من ليفل 1 لليفل 2 وقال ان هما 18. طيب لو انا غيرت وخليتها مثلا للدور التالت هيبقوا 35، لو انا غيرت وخليتها مثلا 4 هيبدأ يغير عدد السلالم، هو بيبدأ يحسب. فاقول له انا عايز لحد ليفل 2. طب لو قلت له ليفل 1 هيقول لي مش هينفع، لازم يبقى في مسافه على الدرجه، تمام؟ فاقول له خليها ليفل 2. طيب هاجي هنا ابدا ارسم، انا عندي 18 فاقول مثلا 9 و9، هو بيبدا بقى يعد لي كام درجه، تمام؟ طيب عايز ابدا اخليه يكمل، لازم اسيب مسافه لبعد البسطه وابدا اكمل السلم بالشكل دوت. لو حاولت اكتر هيقول لي لا، هما كده انت وصلت لحد الدور الاول. طيب هقول له فينش. طيب عايز السلم ده يتكرر معايا، هقول له سيلكت ليفل، فبيقول لي انت عشان تختار الليفلات لازم تكون في اليفيشن اي اليفيشنز، تمام؟ هاجي هنا واروح قايل له سيلكت واروح معلم عليهم كلهم واقول له اوكي، كده انا قررت. طب لما اجي اعدل تيجي تعمل سيلكت، ليه بتعمل سيلكت على كله؟ طب انا عايز اعدل. بكل بساطة تعمل سيلكت وتروح دايس تاب، تاب يخليك تمسك كده، بعد كده تقول له اديت ستير، فتلاقي نفسك تقدر تعدل. حتى تقدر تقول له انا عايز اعمل كونفيرت السلالم ديت، تقدر تعدل بالشكل دوت. فزي ما انت شايف التعديل سهل جدا، مجرد بس بتدوس تاب وتلاقي تقدر تعدل في اي حاجة من الحاجات، تمام؟ يعني على سبيل المثال مثلا عايز اول درجة دي تبقى على شكل قوس، طيب يبقى انا محتاج اقول له كونفيرت، تمام؟ وبعد كده اجي هنا اقول له ايه سكتش، تمام؟ ده انا عايز اغيره، فده عباره عن رايزر، هقول له رايزر واروح قايل له قوس من هنا لهنا، واروح قايل له خلي القوس بالشكل ده، تمام؟ وبعد كده اقول له كمل من هنا لهنا، موافق، تمام؟ موافق. تيجي بقى تشوف ال 3D تلاقي الحاجة اهي بالشكل دوت، اتعملت في كل الأدوار.